استمر الصراع بين شركاء العملية السياسية على وتيرته التقليدية في العام 2018 وقد شهد هذا العام ولاده عدد من التحالفات السياسيه الجديده التي تجاوزت مائتين وخمسة كيانات سياسيه و88 وثمانين وثمانين قائمه تحضيرا للانتخابات البرلمانيه. كان ابرز المنضوين في هذه التحالفات هم قاده وزعماء الميليشيات وفرق الموت الطائفيه المنضويه تحت مظله ميليشيا الحيت فقد انضوت هذه الميليشيات جميعا في قائمه الفتح برئاسه هادي العامري زعيم ميليشيا بدر واجريت الانتخابات البرلمانيه في الثاني عشر من شهر ايار الماضي اذ بلغت المقاطعه الشعبيه لها اكثر من 82% مما يحق لهم التصويت. وتميزت هذه الانتخابات بحجم الانتهاكات والتزوير الكبير الذي اقرت به الحكومه نفسها. فاز في هذه الانتخابات تحالف سائرون التابع لمقتدى الصدر ب 55 مقعدا ثم تحالف الفتح بسبعة واربعين مقعدا فالنصر بزعامة العبادي ب 42 مقعدا تصعدت الدعوات من شركاء العملية السياسية لإعادة فرز أصوات الانتخابات يدوياً انتدب عدد من القضاة انتدبوا للاشراف على العد والفرز اليدوي بعد ايقاف عمل مفوضيه الانتخابات في العاشر من شهر حزيران احرقت صناديق الاقتراع في مخازن مفوضيه الانتخابات في بغداد بعد ثلاثه اشهر اقرت نتائج الانتخابات التي لم تشهد اي تغيير بعد عمليه الفرز والعد اليدوي وفي نهايه شهر ايلول الماضي كلف عبد المهدي عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومه واختير برهم صالح رئيسا للجمهوريه ومحمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب. اخفق البرلمان مرات عديده في التوافق على مرشحي حقيبتي الدفاع والداخليه بسبب اصرار ايران على تولي فالح الفياض وزاره الداخليه.